طهرت المقاومة المشتركة دوار المطاحن وأمنت منشآت حيوية داخل مدينة الحديدة موقعة خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانية. وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية تمشيط دوار المطاحن ومحيطه وتأمين شركة مطاحن البحر الأحمر ورشة صيانة هايونداي وسيتي ماكس بعد معارك عنيفة كبدت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى وأسر 14 بينهم 6 قناصة. أوضح المصدر أن الهجوم طوق الميليشيات الحوثية من محورين، حيث تقدم أبطال العمالقة من المحور الشرقي فيما تقدم حراس الجمهورية من الشمال الشرقي، مشيرا إلى أن الهجوم متواصل صوب دوار يمن موبايل. وفي السياق ذاته دمر طيران التحالف مرابض مدفعية الميليشيات الحوثية في مديرية الحالي كانت تستهدف مطاحن البحر الأحمر عقب تطهيره وتأمينه. ولمعرفة مستجدات ما يجرى في الحديدة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم. أستاذ محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم ومساء الخير والعافية. حياكم الله. أولا ضعنا في صورة ما يجرى في الحديدة وما مدى التقدم هناك. أولا أحب أن أؤكد أننا كل اليوم بالفريق الإعلامي نزار الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، وكانت هناك سنين كبيرة من قوات المقاومة المشتركة تتدفق إلى المدينة بشكل مستمر، وهناك معارك متواصلة وتقدمات مستمرة، ووجدنا أو شاهدنا خنادق الحوثي التي حفرها عدة أمتار وبمساحة على امتداد الشوارع الشرقية لمدينة الحديدة أصبحت خاوية والأنفاق كذلك. وربما نرسل لكم صور تظهر بعض المشاهد للأنفاق والخنادق التي فر منها الحوثة لتتضح الصورة بشكل جلي للجميع. بالتأكيد اليوم هناك انتصارات كثيرة على المحاور الثلاثة التي تقودها المقاومة الوطنية، ما وليس هناك اي تراجع. القضيه اتخذ القرار حولها، معركه التحرير الحديده معركه مصيريه بالنسبه للمقاومه المشتركه ولشعبنا اليمني وللامن القومي العربي ايضا. كل شيء يسير نحو الاستقرار النهائي للتحرير من الاطراف الحوثي، وبفضل الله ما حدث الان بفضل تكثير الافكار المقاومه المشتركه في مقدمه الشباك الدينيه الذين جميعا يقودون المعنويه العاليه للتدريب كلها انشاء طبعا يوميا من استشارات وتقارير وحلقات الشيء وراحل الانفاق العام التي تعرضوها حقيقه لدي في وطن معي عدد من قيادات المقاومه المشتركه. عندما شاهدنا الأنفاق وشاهدنا الخنادق تأكد كم مدى الجهد الذي بذلته عصابة الحوثي بالتنفس ومحاولة الحفاظ على أو محاولة استمرار بقائها لإخضاع مدينة الحديدة وأهلها باعتبار أنها تدفق لها ميزانية من الأموال الكبيرة لتمويل حروبها العبثية. هي عملت أستاذ محمد هناك نفس الجهد أستاذ محمد. كان يستقبلون المقاومة الوطنية بجرحات كبيرة، وهذا الذي يعكس صورة إيجابية أن هناك تفاعل شعبي مع المقاومة. نعم، الأستاذ محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك.